السلام عليكم ورحمة الله الزلفلاوي. باتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، هل عصابة ولاد الحرام اللي تحكم في الجزائر خمت ولو ثانية واحدة في الجالية الجزائرية اللي عايشة في المغرب، وهي جالية مهمة جدا، هل خمت فيها كيفاش راح تكون معاناتها الإدارية؟ لأن الشعب الجزائري دوك ما تجيش البال انه كاين ناس راح ينضروا. اولا واحد لما يزاد عنده طفل كاش راه راح يسجلوا في القنصلية، لانه جميع من يزاد طفل خارج التراب الوطني لابد من تسجيله في القنصلية الجزائرية. ثانيا كل الجزائريين اللي في الخارج عندهم بطاقة تسجيل في القنصلية، كارت دي ماتريكولاسيون، كيفاش راح يديروا باش يروحوا يجدوا هاد البطاقات او يستخرجوها؟ اللي باش يجد جواز السفر ديالو كيفاش راح يدير؟ اللي يحب يليغاليزي وثيقة ديال المصادقة على وثيقة باش يبعثها للجزائر لانه عايش في الخارج، لو يصدق عليها عند النوتير ولا عند البلدية تاع البلد اللي يعيش فيه ما يقبلوهالوش، لازم يكون مصادق عليها في القنصلية. كيفاش راح يدير؟ هيا ولاد الحرام ما خممتوش في هادية، ما خممتوش في المواطن البسيط. أي حاجة يحب يحتاجها المواطن الجزائري وين راح يروح؟ ما كان لا قنصلية لا سفارة، يروح لموريتانيا، تقول يروح لنواقشوط، إيه فاصون بقات غير نواقشوط اللي باش تفتحوا فيها مكتب يلتاب بالقضايا تاع الجالية الجزائرية. يعني اللي يسكن في وجدة، هما كثيرين جزائريين اللي عايشين في وجدة ولا في الناظور ولا في طنجة، يلزم يروح حتى لنواقشوط. هكذا يا ولاد الحرام، هكذا شو شحال من 1000 كيلومتر يضرب. واللي يحب يدخل بلاده يدخل الجزائر، إما مريضة، واحد وفات العائلة، واحد من العائلة ديالو باباه ولا إما ولا خاوتو، واللي يحب يروح يزور عائلته كيفاش راح يدير؟ رغم حتى الخطوط الجوية قاطعينها، كيفاش يدير يا ولاد الحرام؟ جاوبوا، جاوبوا الله ينعلكم ويخزيكم. باش يروح على فرنسا ما يقدرش يمشي على فرنسا، يلزم له فيزا، ولا على اسبانيا يلزم له فيزا، ما عندهمش فيزا. كيفاش يدير؟ يلزم يروح لنواقشوط ويحكم الطيارة، ولا يروح لتونس ويعاود يرجع؟ والله لا يتربحكم. شوف كيفاش تعذبوا في الشعب الجزائري يا ولاد الحرام. ربي يسلطكم باش تردوا الجنة جهنم وديروا أعمال الشيطان وتجوا تمروا المعيشة للجزائري حيثما وجد، لكن في الجزائر تمروا له المعيشة، ولكن في الخارج تمروا له المعيشة، تولي العيشة مرة معكم انتم. شفتوا واش راكم دايرين؟ بأي شرعية انتم راكم تتخذوا هذه القرارات؟ بأي حق انتم تمروا المعيشة الجزائري؟ بأي حق وبأي شرعية انتم تفرضوا رواحكم مع الشعب الجزائري؟ قال اغلق الحدود هنا، اقطع العلاقات منا، دير مع هذا هك، دير مع هذا. بأي حق؟ شكونكم انتم؟ من انتم؟ انتم جرذان، انتم جرذان قدام كل الدول، قدام المسؤولين تاع الدول كامل، مسؤولين جزائريين تاع العصابه هذه، يبانوا جرذان. سيدي راديغو يبانوا جرذان، لانك لما تقطع العلاقات الدبلوماسيه مع اي بلد دير قبل كل شيء في الحسبان المواطن اللي راهو عايش ليه ومازال له في علاقه مع بلاده، ما تقطع له العلاقه مع بلاده،
ظروف حتمت عليه انه يعيش مثلا في المغرب باش يحب يروح فاكونس لبلادو، ما يقدرش. باش يروح عنده فرح او قرح، ما يقدرش. باش يروح يخرج كارت من القنصليه، ما يقدرش. وعلاش ديروا هكا يا ولاد الحرام؟ هذا كامل باش زعما عم بالكم كي ديروا العدو الخارجي الشعب الجزائري يعود معاكم وخلاص، وينسى الحراك وينسى جرائمكم وينسى همومكم. لا، الشعب الجزائري ماهوش طناه، الشعب الجزائري ماهوش طناه، قسم بالله لا يعاود يرجع لكم الحراك. الحراك اللي مرضكم يعاود يرجع، يعاود يرجع، لانه كل هذه الحكايه باش زعما تصرفوا نظرة الرأي العام الجزائري، قال أيا ننساو الحراك وننساو المساجين معتقلي الرأي، هذو كم ننساوهم، هاو العدو المغرب خلاص، درتو قطعتو العلاقات، هاي اوضك ومن بعد هاك ما درتوش حرب وما دارلكمش حرب، نتوما تحسوا على الحرب، تحسوا على الحرب باش زعما هاي تنوض الهول، ما كان والو، تكذبوا على رواحكم. نتوما واش البلد الوحيد فوق وجه الارض اللي عنده مسؤولين غير شرعيين ويسيروا في البلاد بالكذب، يكذبوا على رواحهم قبل ما يكذبوا على الشعب، يكذبوا على رواحهم قبل ما يكذبوا على الشعب. يعني درك العمامرة هذايا مقتنع في قرارة نفسه، او فون دو لوي ميم مقتنع باللي الماك ورشاد هما اللي قتلوا جمال بن اسماعيل بمساعدة المغرب وإسرائيل. يا عجبة، يعني هذه ما تجي في حتى عقل. شفنا ديروا المونتاع الاغتيال من ألف إلى يا، شفناها ملك الماك يا رشاد. اون بليس ما يقدروش تلاقاو الماك ورشاد، ما يقدروش تلاقاو، شبيكم كلي راه جاب الماء الماء والنار، ما يتلاقاو. يعني هذا شوف غبا ما بعده غبا، والله ما تغيض لو كان جاو ناس اذكياء يديروا يسيطروا علينا هاك ودارين هاك وذا بذاك، ولكن هذا بغباء. واش دايرين بالفرصه ثاني اللي زغطر نيفو، اللي زغطر نيفو تهدر هك، اي اغلق اغلق تلفزيون. البارح برز غرقوا التلفزيون، وحده عاقبوها بسمنا هذاك، باسكو هذوك تاع بيت الطاع ضربوا بكف ورجع لبيت الطاع ياك. هذا تاع هكذا تصير دولة، هكذا تصير دولة، تحشموش وجوهكم وجود تصير دولة بحجم الجزائر، الجزائر العظيمة، الجزائر العظيمة عمرها ما صرات، توسخوا فيها لعنة الله عليكم، توسخوا في الجزائر، توسخوا في تاريخها. ما كان حتى دولة في العالم اللي تقطع العلاقات هكذاك، ما كان لا حرب لا كذا لا والو منا، هذا ما ضربوا ما لا رقال ناضقال نقطع العلاقات مع الدولة المجاورة. أشقاء وهذا قطع العلاقات ما عندها حتى تأثير على الشعوب، عندها حتى تأثير على الشعوب، تمنع الجزائريين باش يروحوا المغرب يشوفوا لي زوطورو تاعهم والسبيطارة تاعهم، وكاش يجوا الأجانب يداويو في السبيطارات تاع المغرب، وكيشوفوا التي جي في ويشوفوا لي كار تاع لي تران كاش مدايرين كيما تاع لوروب، يشوفوا لي سونتر كوميرسيو اللي دايرين كيما تاع أوروبا، تمنعوا الجزائريين يروحوا يشوفوهم. وعلى بالهم بهم، وعلى بالهم بهم، باش تنسيو الجزائري في ما كاش، فارينا ما كاش، والخبز ما كاش، والزيت ما كاش، بلاد ما كاش، هكذا بلاد الخير والخمير رديتوها بلاد ما كاش، الله لا يتربحكم، باسكو فلستو البلاد راك حابين دوروها تلاحوا على الجيران، الله لا يتربحكم، ولاد حرام تاع الصح، حرايمية تاع الصح، والله حرايمية. انتم الابناء الغير شرعيين تاع الاستعمار، وراكم تنتقموا من الشعب الجزائري، لان الشعب الجزائري بثوراته المجيده في 54 كسر الامبراطوريه الفرنسيه، هذه فرنسا ما تنساهاش، ومحرشتكم انتم ديالها باش تنتقموا من الشعب الجزائري.
والله ما حرشتوا انتم باش تنتقموا من الشعب الجزائري، سينو علاش الشعب الجزائري دايرينو هكا؟ ها؟ وعلاش؟ علاش الجزائري مسكين ينوض الصباح بالدمار ما يسمش ما في الروبيني يغسل وجهه، يخرج باش يروح يشري خبزه ما يسمش الخبز، قال ما كانش فارينا، يحكم الطوموبيل جايه في الطريق لي جون كومبرومون والطرقان مكسرين وكذا، ولا طاحت قطره شتا هاي فيضانات، ولا ما طاحتش هاو الغبار، المغرب اللي دارلكم هكا يا ولاد الحرام، المغرب اللي دارلك يقطع عليك الماء والزيت والفارينة والأكسجين، المغرب جاب لك طيارات كندا قالك هاك طفي باسك ما عندكش تايا، هاك طفي، لعبتو هذا تخلو الشعب يموت وزعما ما ندوش طيارات من عند المغرب، هكذا يا ولاد الحرام، باسكو ماشي نتوما اللي كنتو تحرقو. ماشي انتما كنتما تحرقوا، انتما كنتو تحرقوا يا ولاد الحرام. ايه شفتو هاو كيف فرنسا تثأر من الجزائر، من الشعب الجزائري، من خلال عصابة إجرامية حرايمية تذل مذلولة عند فرنسا تحب تذل الشعب الجزائري، لكن ينوض لك الشعب الجزائري، شوفوا ينوض لك من الشعب الجزائري ويطردكم الشر طردة، ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يعجل برحيم ولاد الحرام الخبثاء، السلام عليكم ورحمة الله.